انت اليوم رجل واب واب لابن، الله يخلي لك. سمعت ضيفات الليله النساء عم بيحكوا عن وحامهم؟ سمعت مزبوط. ايه انت شو صار معك؟ انا موضوعي بيختلف كليا عن الموضوع هذا. انا قبل ما اعرف انه مرتي حبلها تعرضت لاشياء، تعرضت لها انا بنفس الوقت اللي هي حبلها فيه، بس قبل ما نكتشف هذا الشيء. يعني صار اشياء، تعرضت لاشياء مثل الدوخه، كنت دوخ معها بنفس الوقت بنفس الترم، مثل العيان نفس، لعت نفسي، ما حدا يستغرب الكلام، بس لعت نفسي اشياء من انواع الاكل، تشتهيها بنفس الترم. توحمت؟ توحمت. توحمت. على شو توحمت؟ انواع من الاكل ما كنا ناكلها حتى، مثل البازيلا او نوع الملوخيه ما كنا ناكلها ابدا، حتى مرتي ما كانت تاكلها، صارت تشتهيها انا للاكله هاي، يعني ما كنت اكلها بحياتي صرت حبها. وبنفس الوقت اللي هي تشتهي الاكل يكون احساس، يعني صرت حس فيها. تلع نفسك كمان؟ تلع نفسي ايه. دوخ؟ حتى ايه بالبدايه بالبدايه لا مش لدرجه، لا بعد الاشياء مش كل شيء. وصار بالبدايه انه قصه لما تدوخ مثلا تقوم لعندي تقول لي انا كثير دايخه، يكون انا دوخان، اقعد اتفقد انيه الغاز او شيء، انه في اي ريحه تسرب غاز او شيء حتى عم يسبب الدوخه. يعني صارت عمليه انه مستغربين انا وياها ليه عم بيصير هيك. ضليت لفتره معينه ما عارفين انه مرتك حبلة. لا ما عارف بعد، ما كنت عارف. ما كنت بكتشف هذا الشيء. لا سابت اكتشفت، كنت بعمل ضمن مستشفى التخصصي بالسعوديه، وسابت بدي اسال الدكتور يعني الحاله اللي عم بتصير معي مستغرب فيها. سالت الدكتور طلع جراح عامه، عم بقول له الحاله اللي عم بتصير معنا، قال لي انا ما بقدر افيدك. سمعت السكرتيره عمشت لعندي بتقول لي الافضل انك تشوف دكتور نساء او شيء، لانه ممكن ما زوجتك حامل. هلا انا ما اخذت ببالي انه موضوع حبل، طب انه اذا حامل طب انه ليش انا عم بصير معي نفس الشيء. لما قالت لك رجال عن دكتور نسائي كانت حال الاستغراب، انه انا خجلان، حسيت بالخجل بوقت، انه شو بدي اقول للدكتور شو عم بصير؟ عرفت كيف؟ انه شو عم بصير معي؟ انه انا عم طلع نفسي مثلا، او انا عم ضوخ، او عرفت شو حيكون شعوري باثنائها؟ بس شجعت، ما همني، تشجعت وطلعت سال الدكتور، كان في دكتور ضمن المستشفى، طلعت دكتور شو؟ دكتور نسائي. فقلت له شو عم بصير؟ عم قال لي جيب تيست لانه زوجتك اكيد حامل، يعني هي عورت حبل، عرفت كيف بتصير؟ طبعا رح جيب التيست وقعدت حبلها فعلا. هذا اللي صار. عرفت قبلها يعني؟ وحسيت بالعوارض قبلها؟ حسيت يعني بالعوارض، يعني على درجه شوي يمكن. بتعرف تفسير لهالشيء؟ ليك علميا ما سأل، ما دققت كثير يعني. ايه. بس قلت ممكن هذا الشيء من الله، او محبه زايده لمرتي، انه انا اخذت عن حب هالتفاصيل. هيدي اللي قلتها. تحيه له، التحيه له. تحية لك حسين، وتحية لجرأتك اليوم تحكي بهالكلام. يعني اجمالا الرجل لما بيمرق بهالشيء بخبي. كيف اول شيء خبرت مرتك؟ كيف هي عم تطلع تقول على الهواء قدام الكل؟ بالبدايه ليك كنت خجلان من مرتي، حسيت بخجل باللي عم بيصير. يعني بعض الاحيان تكون هي دايخه او عم تلع نفسها، تيجي تقول لي مثلا كون انا نفس الشيء عم بيصير فيني، خبي عنا. بعدين شجعت، وهي الامور عاديه طبيعيه، يعني مش صارت معي وبحكيها طبيعي، ما في اي خجل بالموضوع، شيء طبيعي. وأيضا مرة تانية تحية لك فعلا، لأنه عادة المرأة بتتوحم أكثر شيء أو بأول ثلث يعني من حبلها، ويمكن بمد معها شوي. أنت قد إيه العوارض عم بترافقك وإنها عشتها؟ هلا نحن تقريبا اكتشفت إنه صار حبلها كان شهر وعشرة أيام. ضلت الحالة هاي تصير معها لحدود الأربع شهور ونص من حبلها، ضليت أتعرض لها يعني أنا وياها. حتى أحيانا نكون يعني انتبه جاي من شغلي، طالع من شغلي، اشتهي الافوكا او اشتهي نوع اكل كثير، يعني تشوق لهالاكله هاي، جيبها واجي على البيت، تكون مرتي يعني بدها هذا الشيء، بتقول لي كانك قاعد جواتي. وصلت مرحله قلت لها مرتي الظاهر انا اللي حامل مش انت. صراحه يعني حبلت اربع اشهر ونص؟ اربع اشهر ونص، خلص بكفي. شكرا لك حسين. يعني دكتور صنفر هيدي اسمها الحمل التعاطفي لدى الرجال. قد ايه بتقابل اليوم؟ قد ايه اليوم الرجال عندهم جرأه وهي موجوده؟ قد ايه اليوم عندهم رجال جرأه يطلعوا يحكوا بهالامور ويجوا لعندك؟ قد ايه بتصادف هالامور بالكلينيك عندك دكتور؟ هلا بس نشوف كوبليت، بتشوف عده انواع كوبليت، يعني بتشوف البي اللي بيخاف من الحبل بيرفض الحبل ما بيقعد يجي معها للمرأة. بتشوف البي اللي بيخاف كثير على مرته، حتى لدرجه بتحس انه هو مهتم بالحبل اكثر من المرأة.
وبتشوف كمان أشخاص بتصرفوا بطريقة غريبة. بس أكيد الحبل لما بيجي بقلب العائلة بيخربطها، يعني بيخربطها للأحسن إجمالاً، بس في بعض الحالات بيراجع بيصير في اضطرابات نفسية عند المرأة وعند الرجال. رح أعطيك مثل كتير صغير. أنا كان عندي شخص بيتحكم عندي، إجا لعندي وبحب ساعده يعني أوضاعه عقده، أعطيته دواء على أساس فيتامين لمرته، قلت له بليز هلا حبلت مرتك جبت لك هول فيتامينات بتاخذهم تعطيها عني. هلا هو قد ما كان ضايع افتكر انه الفيتامينات لإله، بس ولدت المره بعد 9 أشهر ركض علي قال لي حكيم كلمه، قلت له شوفي، قال لي بس بدي اسالك بوقف الدواء او بكفيه؟ قلت له اي دواء؟ قال لي فيتامين. قلت له انت عم تاخذه او مرتك؟ قال لي لا انا، ما انت اعطيتني اياه لي. يعني تخيل قد في اشياء. هلا اكيد انا بفهم وشو حس بهالامور، بس هي ما فيني انا اقول انه لها تفسير طبي. يعني هي اكثر شيء نفسي مثل ما يعني طبعًا. اسمه الحمل التعاطفي لدى الرجال. بيبقى بحب مرته زياده عن اللزوم. تحيه لكل الرجال لكل اللي مثله لكل. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.